أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها إجراءات التهجير التي طالت مواطنين شماليين من عدن خلال الأيام الماضية. أقدمت السلطات الأمنية في محافظة عدن على تهجير المئات من أبناء المحافظة الشمالية القاطنين والعاملين في عدن، وبررت السلطة المحلية هذا العمل بأنه يأتي ضمن الخطة الأمنية الشاملة لفرض الأمن في المدينة، وهو الفعل والتبرير اللذان لاقيا استهجانا ورفضا واسعين في الأوساط الشعبية والسياسية اليمنية، حيث اعتبره البعض فرزا مناطقيا يأتي ضمن أجندة مشبوهة لزرع الفتنة والضغينة بين اليمنيين. الرئيس عبد الرب منصور هادي كان قد استنكر هذه الممارسات واعتبرها تفرقة مناطقية مقيتة يحاول البعض زرعها لخدمة أجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية. من جهته قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من الجنوب يؤذي القيادة الشرعية ويزرع الكراهية ويضعف من جهودها في استعادة الدولة، كما اعتبرها نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها. إذن عن أسباب عملية التهجير التي تقوم بها السلطة المحلية في عدن، دلالاتها ومآلاتها، سيكون نقاشنا هذا المساء مع ضيفينا من الرياض وكيل وزارة الشباب والرياضة السيد شفيع العبد، ومن نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأتوجه لكما بداية بسؤال مشترك وأطلب منكما إجابة مختصرة. هل تعتقد أن السلطات المحلية كانت محقة بما قامت به من تهجير لمواطنين من عدن بحجة عدم وجود بطائق هوية لديهم؟ البداية معك سيد أحمد الصالح. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، جمعة مباركة وتحية لضيفك وللمشاهدين الكرام. مرحبا. طبعا أنا أختلف أولا في المصطلح، مصطلح تهجير مصطلح غير منطقي وغير عملي في هذه المرحلة أبدا. نعم. لأنه هناك يقيم في عدن وحدها أكثر من 700 ألف شمالي بعوائلهم وأسرهم وأطفالهم ويمارسون أعمالهم بأريحية تامة، ولم يتعرضوا لأي من هذا الكلام الذي يضمنه هذا المصطلح. فأعتقد بأن المصطلح في أساسه خاطئ تماما. هناك إجراءات أمنية تقوم بها أجهزة أمنية معترف بها معينة من قبل الحكومة الشرعية، وقامت بهذا الفعل بناء على 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 معلومات أمنية واستخباراتية بتوافق شامل من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل قوات التحالف التي هي شريكة في الحرب. فلهذا المصطلح بحد ذاته مصطلح غير مقبول أبدا عندما يتم التعامل مع 800 ولا 1000 أو أكثر من ذلك في مصطلح أمني شمل أيضا كثير من أبناء الجنوب في هذه المرحلة، وليس من المنطق ولا من الأمل بمكان بأن يطلق عليهم مرحلة تهجير. نعم. التهجير إذا سوف نعرف نعم لدينا أستاذ أحمد، سأكتفي بهذه الإجابة فيما يتعلق بهذه الجزئية. أيضا معنا الآن مادة تعرف تحديدا التهجير القسري بالنسبة للمواطنين، تحول إليك الآن أستاذ شفيع العبد. يعني هل تعتقد بأن هذا التصرف كان مناسبا وملائما من قبل السلطة المحلية في عدن؟ طبعا من حق اي سلطه محليه او سلطه امنيه ان تحدد ما هي التدابير والاجراءات التي تتخذها بهدف الحمايه الامنيه داخل النطاق الجغرافي الواقع تحت صلاحيتها ومهامها. نعم. لكن شريطة ان تتوافق هذه الاجراءات او التدابير الامنيه مع القانون، وان لا يتم التعسف في استخدامها. حتى لو الاستاذ احمد صالح يقول ان لم تحدث اي عمليات تهجير، اقول انا حتى لو لم يهجر الا شخص واحد، لو لم يبعد الا شخص واحد، فانها جريمه تستحق الادانه، كان هذا الشخص من تعز او من الضالع او من شبوه او من ابيان او من صنعاء او من اي منطقه اخرى. نعم. لانها التهجير كمبدا يتنافى مع القيم والاخلاقيات ويتنافى مع القوانين ايضا، لا تغر القوانين التي ندعي اننا نطبق الاجراءات هذه من اجل القانون او من اجل سياده القانون داخل المنطقه. نعم. عدن منذ استعادتها من ميليشيات الحوثي والمخلوع في يوليو الماضي شهدت حاله من الاختلالات الامنيه اثر عمليه الاجتياح التي تمت للمدينه وما عبثت به تلك الميليشيات. والسلطه المحليه ايضا لها جهودها في عمليه تثبيت دعائم الامن والاستقرار التي لم ترتقي الى المامول حتى اللحظه فيما يتعلق بطموح المواطنين.
المسؤولية لا تقع على المحافظ ومدير الأمن بمفرده، نعم، باعتبار أن السلطة الشرعية أعلنت عدن عاصمة مؤقتة لليمنيين، فبالتالي المسؤولية هنا تقع على عاتق السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية بالحكومة. نعم، سوف نأتي إلى هذه التفاصيل سيد شفيع. نعم، متكامل الجهود. نعم، سنأتي إلى كل هذه التفاصيل. بداية أشكركما إذن على هذه الإجابة فيما يتعلق بالسؤال المشترك. ننتقل وإياكم إلى هذه المادة الرصدية حول تعريف التهجير القسري في القانون الدولي الإنساني، وأيضا إجراءات التهجير التي جرت في عدن، ومن ثم نعود للنقاش. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين وضيفي الكريمين، وبعد استعراض هذه المادة وبالعودة إليك السيد أحمد الصالح، يعني ألا تعتقد بأن هذه الإجراءات التي تمت في عدن، ألا تعتقد بأنها توقع السلطة المحلية في محاذير قانونية خطيرة؟ أولا في البداية أنا لدي مشكلة لا أسمع صوت الضيف الآخر، فأتمنى أن يتم إصلاح هذا الخلل. العودة إلى سؤالك، نعم، أرجو معالجة هذه المشكلة الأخوة في الكنترول، تفضل أستاذ أحمد. نعم، الحقيقة أنه السلطات الأمنية هي من على الأرض وهي من تقيم ماذا تفعل. القانون الدولي نحن ملتزمين به تماما، والسلطات الأمنية ملتزمة به حرفيا، والسلطة الشرعية أيضا. ولهذا لا يوجد هناك أي محاذير أمنية أو قانونية، قد تحدث بعد الأخطاء بعض الأخطاء الفردية التي لا ليس لها قيمة فعلية، ولكن مع ذلك نتمنى من الأخوة في السلطات الأمنية بأن يعالجوا الأخطاء الفردية التي تحصل، ولكن يجب علينا أيضا أن لا نخرج هذا العمل من السياق العام للقضية وللحرب. نحن في حالة حرب، والحرب هناك حالة طارئة، لا يوجد جيش ولا أجهزة أمنية متكاملة ولا استخباراتية ولا مؤسسات للدولة في الأساس. هناك جزء من بناء دولة ومؤسسات على الأرض، ولكن أيضا لا زالت دولة المخلوع، الدولة العميقة للمخلوع، الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأمواله وأدواته من قاعدة ودواعش وغيرهم من هذه الأمور، لا زالت تعبث بأمن تلك المناطق المحررة. نعم، ما إذا كان ما تتحدث عن، إذا كانت الإجراءات تتحدث عنها بأنها ضمن يعني الإطار القانوني، يعني ما هي المرجعية القانونية لهذه الإجراءات، قانونية أو دستورية؟ يعني من متى كانت الدول تهجر سكانها من مناطقهم بسبب عدم وجود بطاقة هوية؟ سأخبرك بذلك، وأعطيني مساحة من الوقت قليلا. الفكرة الحقيقية في هذا الموضوع هي بأنه الدستور اليمني القائم في الأساس هو دستور معطل في الأساس، وعندما يتعطل الدستور تتعطل القوانين. لكن هناك في حال الطوارئ في الأرض هناك حرب، وحالة الطوارئ تفرضها المقاومة أو السلطات التي تكون أمر واقع على الأرض، وهي السلطات الأمنية والمقاومة الجنوبية التي على الأرض، وقوانين التي تسن هي تسن بناء على المعطيات على الأرض. ولهذا ما تقوم به السلطات هو بالضرورة بمكان بأن يقام بهذا الشكل في هذه المرحلة بالذات. وإن حصلت مثل ما ذكرت لك أخطاء فهي أخطاء فردية لا تذكر، لكن أننا نخرج هذه العملية من السياق العام للقضية ومن الوضع العام وردود الفعل التي بدرت من أبناء المناطق الشمالية تجاه هذا الوضع والتهديد والوعيد وغيرها من الأمور، أعتقد بأن هذه سخافة كبيرة جدا. لأنه هناك مثل ما ذكرت لك سابقا 700 ألف أو أكثر يعيشون في عدن، ومثلهم في المناطق الجنوبية في المحافظات الجنوبية الأخرى كاملة،
ولم يتعرضوا لأذى، ولم يعترض أحد طريقهم في أعمالهم أو في أسرهم أو في عوائلهم أو في مدارسهم. طيب. وردود الفعل والتهديدات التي تصدر من المناطق الشمالية ومن النشطاء ومن السياسيين وغيرهم من الأمور، التهديدات في هذه المرحلة قد تؤذي هؤلاء، سوف تعطي انطباع آخر لبعض الأفراد أو لبعض عامة الناس من انطباع التعبئة خاطئة، ولهذا سوف يؤرث هذا. نعم، إذا أنت تتحدث عن عن, عن 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 ردود الفعل ولا تتحدث عن الفعل ذاته أستاذ أحمد. دعني أتحول الآن للسيد شفيع العبد. يتحدث سيد أحمد الصالح عن تعطيل الدستور أو عن الدستور معطل والقوانين معطلة، وأن ما يحدث في إطار حالة طوارئ، هو قال حالة طوارئ تعلنها المقاومة، مع أننا لم نسمع عن إعلان هذه الحالة. أنت في أي سياق تقرأ ما يحدث، وكيف يمكن، وما الذي التصنيف المناسب الذي أو التوصيف المناسب الذي تطلقه أنت على الإجراء الأمني الذي حدث في عدن؟ أعتقد أننا ما زلنا في حالة حرب. نعم. ولدينا خصم واحد وواضح، وهم ميليشيات الحوثي والمخلوع، وأي أخطاء أو تجاوزات تحدث من هذا الطرف أو الطرف الآخر المؤيد للشرعية لا يستفيد منها إلا هذه الميليشيات العدوانية الإنقلابية على اليمنيين. نعم. ما حدث من، دعيني أقول، من أخطاء في تنفيذ الحملة الأمنية داخل محافظة عدن وما تعرض له السكان من بعض السكان من عمليات تهجير، كانت بمثابة ورقة رابحة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، جعلتها تضغط من خلالها على الوفد الحكومي داخل مشاورات الكويت. نعم. لذا أي الأديان بمطلقها، القوانين والدساتير كلها جاءت من أجل حفظ كرامة الإنسان، وأي تدابير أو إجراءات أمنية سواء كانت في حالة حرب أو في حالة طوارئ أو في وقت السلم لابد أن تراعي حفظ الكرامة الإنسانية. نعم. بعيدا عن حالات الامتهان، انا مثلا اضرب مثال فيما تعرض له الدكتور عبد الوالي هزاع. نعم. احد اهم الدكاتره داخل جامعه عدن كليه ناصر للعلوم الزراعيه محافظه لحج. نعم. الرجل خارج من الكليه عائد الى منزله في عدن يعترضوه بنقطه الرباط بطاقته الشخصيه مواليد تعز. تعرض للامتهان ومنع من الدخول بل والتحريض عليه باتجاه التهجير الى ان تدخلت زوجته وتم السماح له بالدخول الى عدن. اقصد حتى حاله الحمل الهويه الشخصيه لابد ان تسبقها حاله توعيه، حاله اعلان للمواطنين اعتبارا من تاريخ كذا سيتم البحث عن الهويه على جميع المواطنين يحملوا هويتهم. نعم. اذا اي حمله امنيه مثل هذا النوع لابد ان يسبقها عمليه اخطار او اعلان للمواطنين، حتى لا تضع السلطه الامنيه او السلطه المحليه في هذا النطاق الجغرافي لا تضع في حرج، أو طبعا السلطة الشرعية بمجملها في حرج. ما حدث وضع الرئيس عبد الرب المنصور هادي في المربع الضيق في الزاوية الضيقة، يعني نعم. أنت من تم تعيين المحافظ ومدير الأمن من قبلك وأعلنت عدن عاصمة للشرعية، فبالتالي تعرض المواطنون داخل هذه المدينة لعملية فرز، دعيني أقول عملية فرز مناطقي. صحيح. وهذا تقريبا النص الذي استخدمه الرئيس. تفضل اسمعي لي، ليس مبرر الرد بان عمليه التهجير شملت حتى جنوبيين، التهجير بحد ذاته فعل غير قانوني وغير اخلاقي. نعم سيد شفيع، اقصد ان التهجير نعم. كما اسلفت هو فعل غير قانوني نعم. غير اخلاقي، فليس مبرر اننا ننتقد لماذا هجر ابناء الشمال نقول ان بالموازي هجر معهم ابناء الجنوب. انا اقول سلفا حتى لو هجر شخص واحد. نعم. طيب سيد احمد صالح، اخرى فهو كفعل مرفوض. إذا سيد أحمد الصالح، أستاذ شفيع يتحدث بأنه فعل مرفوض كليا وليس له أي مرجعية قانونية ولا حتى أخلاقية، بل أنه يضعف تماما جبهة الشرعية وهو فرز مناطقي تحديدا، وهذه العبارة هي جاءت أيضا على لسان رئيس الجمهورية. يعني كيف تعلق وكيف يمكن أن نبرر هذا الطرح، لأنه فعلا لا مرجعية أخلاقية ولا قانونية ولا حتى منطقية لهذا الإجراء. سيدتي العزيزة، كان يقول العرب كفى المرء نبلا أن تحصى معايبه. عندما يذكر الأستاذ بأنه يذكر حالة أو اثنتين أو عشر فهذا يعتبر في هذه المرحلة التي نحن فيها، ونحن نتكلم عن دولة، تعتبر إنجاز كبير جدا بأن ينتهك حالة في مرحلة لا دولة وضعف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. نعم. الحملة الأمنية لم تنطلق في عدن وفي المناطق الجنوبية الأخرى إلا بتعليمات من رئيس هادي مباشرة وبإشراف كلي وموافقة قوات التحالف، يجب أن لا نزايد على هذا الموضوع أبدا. الرئيس نعم، على لكن معرفة تصريحات تامة. عفوا أستاذ أحمد، تصريحات الرئيس هادي كانت مخالفة لما تقول، وقد استنكر هذا الإجراء. نعم. ونبه لعدم الإساءة لأبناء محافظة تعز والمحافظة الأخرى في عدن.
لم يسيء أحد لأبناء تعز ولن يسيء لهم أحد بما أنهم ملتزمين بالقوانين وبما تقوله الأجهزة الأمنية في عدن وفي غيرها من المحافظات الجنوبية. نعم، إذن ألا تعتبر تهجئ ترحيلهم بتلك الطريقة المهينة عبر الشاحنات إلى الحدود واحتجازهم لساعات طويلة دون طعام وحتى دون إخطارهم قبل ذلك بهذا الإجراء، ألا تعتبرها إهانة لفئة كبيرة من أبناء الشعب وعلى أساس مناطقي؟ ابدا لم يحصل ذلك ابدا. الاجهزه الامنيه قامت لكن هذا بعملها موثق استاذ احمد. اسمحي لي قامت بعملها بشكل مهني تام، لم تهين كرامه احد ولم تعتدي عليه بالضرب، اخذتهم بشكل محترم وعادتهم الى مناطق حدوديه عندما اكتشفت بان هناك من بعضهم من مزور البطائق، وانت تعلمين بان مركز الاصدار الالي اصلا مع الحوثي وصالح، يفترض بان تكون هناك اليه. طيب. لحظه يا سيدتي العزيزه، نحن لسنا ضد تعز ابدا ولن نكون ضد تعز الا عندما يكون احد ضدنا. أمن عدن خط أحمر، لن نعترف بأحد، لن نتكلم هناك على إنسانية ولا حقوق عندما تنتهك حقوقنا في الأساس. فليس من المنطق بأن من ينتهك حقوقي أو لا يعترف بها في الأساس أن يطالبني بحقوقه، هذا غير مقبول أبدا في هذه المرحلة، ويجب علينا أن نبتعد عن المزايدات في هذه المرحلة. عدن تموت وشبابها يقتلون ومبانيها تدمر. هل عدن تموت وشبابها يقتلون من قبل الباعة المتجولون وأصحاب الورش واللوكندات في محافظة عدن؟ ليس من الباعة المتجولون، نحن نتكلم على إجراءات احترازية تقوم بها الأجهزة الأمنية، وهذا وارد حتى في وضع الدولة العام. عندما تكون الدولة قائمة كانت تقوم الأجهزة الأمنية بأوضاع احترازية واعتقلت الكثير وشردت الكثير وهجرت الكثير أيضا بداعي الاحترازات الأمنية. يا سيد، موضوع التهجير هذا غير وارد في أي قانون، لا قوانين معروفة ولا قوانين، يعني حتى قوانين الغاب أن تهجر دولة مواطنيها، هي إما أن تحتجزهم وتحقق معهم وتحاكمهم أو أن تمنحهم البطائق الهوية، هذا هو المتعارف عليه. التهجير عندما تذهب بهم إلى ساحل العاج أو إلى سنغافورة، عادت بهم إلى بيوتهم وإلى مناطقهم بين أهليهم، أي تهجير تتكلمين عنه؟ عادوا بطريقة محترمة إلى بيوتهم وبين أهليهم، وين طيب. التهجير في هذه المرحلة؟ ومصالحهم عندما تهجر أو ترحل أو سميها ما شئت مجموعة من الناس دون سابق إنذار ومصالحهم متروكة يعني في عدن، على أي أساس؟ السلطات الأمنية والمقاومة الجنوبية حذرت سابقا بحول المجهول الهوية، هو دائما كانت تنزل إلى الشوارع وتحذر الناس دائما بهذا الفعل. لا توجد وسيلة إعلام واحدة مع أجهزة الأمن داخل، كل أجهزة تغرد للشرعية من خارجها في الرياض ولا تسمع، لا تنقل حتى مؤتمرات صحفية للمحافظ ولا لغيره. ولهذا على أي أساس كوفا ينشرون البيان أو التحذيرات الأمنية التي يريدون إيصالها إلا من طريق وصولهم للشارع؟ ولهذا يا سيدتي يجب علينا أن نسمي الأمور مسمياتها وعدم إخراجها من سياقها العام. عدن أمنها واستقرارها واستقرار الذين يعيشون فيها بعيداً عن أين كانوا، جنوبيين شماليين أو غيرهم، هو خط أحمر، ولن تتنازل المقاومة الجنوبية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية داخل عدن عن ذلك مهما كلف الأمر. هناك حالات مثل ما ذكرت لك، إن حصل خطأ فهو خطأ فردي، هناك يعيش المئات الألوف بل ملايين داخل عدن ولم يتعرض أحد منهم للانتهاك، وبإمكانكم أن تنزلون إذا أردتوا أن تكون لديكم كثير من المصداقية والشفافية إلى شوارع عدن، إلى بيوتهم، إلى الأوائل، إلى الأطفال، إلى النساء من أبناء تعز والشمال الذين يعيشون في عدن، واسألوهم عن ذلك. وقد رأينا بعض التصويرات على اليوتيوب وغيرها من القور لأبناء شماليين يعملون في عدن بأن لم يحد يتعرض لهم ولم تهك لهم. لماذا نركز على بعض هذه الأمور التي تسيء للعمل وتسيء للشرعية وتسيء للجميع؟ الأجهزة الأمنية لديها تخويل كامل من الرئيس ومن القوات التحالف، وهي تقوم بعملها فقط، ويجب عدم إخراج الأمر عن سياقه أبدا. نعم سيد أحمد، على أي حال هو حتى العملية الإرهابية التي تم رصد مرتكبيها كانوا جنوبيين بحسب تصريحات أمنية لقيادات ومسؤولين من محافظة عدن. سيد شفيع العبد، هل تعتقد بأن أمن عدن ومكافحة الإرهاب في عدن إذا ما أخذنا هذا الطرح بالاعتبار يستحق كل هذا التجريف الحاصل في محافظة عدن وهذا الفرز الذي حدث خلال الأيام الماضية واستمرار أيضا المحافظ بتصريحاته بأن هذه حملة مستمرة؟ تحقيق الأمن والاستقرار يبدأ من نقطة بناء أجهزة أمنية وفق معايير مهنية. ما يحدث في عدن حتى اللحظة لم يتم بناء أي أجهزة أمنية حقيقية، اللهم إن أفراد المقاومة الجنوبية هم يقومون بدور الأمن داخل المدينة، حتى تنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه فيما يتعلق باستيعاب افراد المقاومه في الجيش والامن لم تنفذ بشكل الامثل، ايضا جزء كبير منهم ما زال الى اللحظه بدون مرتبات. لكن اي اجراءات امنيه، الوضع في عدن حقيقه الوضع كان صعب الى فتره سابقه، يعني عمليات الاغتيالات، اغتيال المحافظ، اغتيال ابرز قاده المقاومه داخل عدن
الشيخ راوي، عمليات الاغتيالات والتفجيرات موجودة بين وقت وآخر، لكن هذا كله لا يعطي الحق في أنك تقوم بترحيل ناس داخل المدينة بتهجيرهم. نعم. أي مشتبه فيه وفق القانون طبق عليه الإجراءات القانونية الموجودة. هل يعقل أن مشتبه فيه أو متهم يتم تهجيره؟ أيهم الأولى، الأولى التهجير أم الاعتقال وفق القانون؟ نعم. مع أن خلال الفترة السابقة منذ عمليات اغتيال استهداف المحافظ اللواء جعفر محمد سعد وما تلاها من عمليات انتحارية داخل عدن، تبنى بعض منها تنظيم القاعدة والبعض الآخر ما زال مجهول الهوية، أعلنت السلطة الأمنية على لسان مدير الأمن داخل محافظة عدن أنها ألقت القبض على عدد من الشبكات وعدد من المطلوبين وعدد من المتهمين أو المتورطين في ارتكاب مثل هذه الجرائم. نعم. إذا لم يتم إيجاد معلومات حقيقية للرأي العام، إيجاد معلومات حقيقية حول ماهية هذه الشبكات التي تم إلقاء القبض عليها، ماهية هذه العناصر الجهات الواقفة التي تدفع لمصلحة من يعمل داخل عدن هذه العمليات الانتحارية والتفجيرات والاغتيالات، زعزعة الأمن داخل المدينة، لمصلحة من؟ إذا لم يتم مكاشفة الجمهور، مكاشفة الرأي العام، نعم سيد شفيع، المعلومات التي حصلت عليها ستظل كل هذه مجرد أداة للتلويق بها في وجود خصوم معينين. نعم. إذا عدن يغلق الجميع، الأمن عدن يهمنا جميعا، لا يهم فرد دون الآخر أو جهة دون الأخرى. عدن أصبحت اليوم بتوجيهات الرئيس عبد الرب المنصور هادي والحكومة هي عاصمة لليمنيين، عاصمة مؤقتة لليمن، إذا لابد أنها تحتضن اليمنيين كلهم. نعم. أي مشتبه به، أي مجرم، أي متواطئ، أي تطبق عليه الإجراءات القانونية وسنكون كلنا ضد. لن نجد مواطن يمني، لن نجد واحد من اليمنيين يقف إلى جانب قاتل أو يقف إلى جانب مجرم طبقت بحق الإجراءات القانونية. نعم. لكن نعم. ما يحدث اليوم هو استهداف للمدنيين، يلحقون إلى داخل أماكنهم، أماكن عملهم، يتم تهجيرهم بدون أحمد الصالح يقول أنه تم إخراجهم بصورة يعني مع حفظ كرامتهم الى الحدود، عادتهم الى مناطقهم. من الذي اعطاك الحق كسلطه محليه انك تعمل هذا العمل؟ نعم، من الذي اعطاك الحق سيد احمد صالح؟ والسؤال هو موجه للسلطه المحليه. نعم، الحق في انك تهجر الناس بهذا الشكل. نعم نعم، اذا من الذي اعطى السلطات المحليه في عدن هذا الحق في تهجيرهم او حتى في اعادتهم كما قلت بمكرمين معززين المكرمين الى مناطقهم؟ على اعتبار ذلك يعني على اعتبار انه تم اعادتهم بكرامتهم كما قلت. نعم، أعطاني الحق في ذلك سلطة أمر الواقع التي موجودة وافتراضات المرحلة التي يجب أن تطبق في هذه المرحلة. نحن نخسر مثل ما ذكر ضيفك كثير، خسرنا كوادر جنوبية موجودة. هل هناك عفوا أستاذ أحمد، هل هناك سلطة غير السلطة الشرعية التي نحن نعرفها والتي صرحت بأنها لا تتفق مع هذا الإجراء؟ هي هذه السلطة وهذه الإجراءات الأمنية التي نفذت هي باسمها، ولكن أنتم الآن تفرقون بين السلطة الشرعية وبين الأجهزة الأمنية، ولهذا أنا أقول لك بأن السلطة الشرعية سلطة بناء على كلامكم أنها سلطة واحدة. إن أردتم تعامل معها بشكل مفرد فحاسبوا الرئيس في الرياض الذي هجر وشرد ولم يدافع عنه أحد شمالي مواطن واحد أبدا، ما دافع عنه ما احتضنه هي الجنوب ومنطقتها الجنوب. عدن هي عاصمة جنوبية بحتة لأبناء الجنوب، وليس بالضرورة عندما يقول الأخ شفيع بأنها عاصمة لكل اليمنيين يفترض أن عبد الملك الحوثي وعلى عبد عدن هي عاصمة كل اليمنيين حتى الآن على الأقل، يعني لا أدري بأي مسوق أن تتحدث أن عدن هي عاصمة الجنوبيين وفقط، يعني عاصمة الجنوبيين وأنت تعرفين ذلك، لا أحد يعترف. أنا لا أعرف، أنا أعرف أن عدن عاصمة اليمن المؤقتة الآن. هل ستسمحين لي أتكلم؟ تفضل. عدن عاصمة أبناء الجنوب، أمر واقع وقالها التاريخ والجغرافيا، ولن نقبل بغير ذلك أبدا مهما حصل من كلام وهرطقات إعلامية في أي مكان، لا يعنينا الكلام هذا مطلقا. نحن نتكلم على سلطة أمر واقع ولا يستطيع أحد فرض على أبناء الجنوب غير ذلك أبدا. من أراد أن يعيش في عدن بناء على شروط أهلها وقوانينهم التي هي موجودة فأهلا وسهلا ومرحبا، ومن لديه أي ثغرات أو لديه أي أمراض داخلية فليذهب إلى بيته ومنطقته. نحن لا نغصب أحد أن يعيش بيننا أبدا، هذه بلادنا ونحن من نديرها، من أراد أن يعيش معنا فأهلا وسهلا بناء على قوانيننا والتزام بالقوانين وعدم النواح. طيب ما الناس كانوا عايشين معاكم وزي الفل وأنتم الذي هجرتوهم، يعني من قال لك بأن المواطنين والعاملين الذين كانوا في عدن كانوا رافضين يتعايشوا معكم؟ كانوا متعايشين معكم في مدينة عدن، مدينة السلام، مدينة التعايش، مع مدينة كل ليس فقط كل اليمنيين وإن كل الأطياف وكل العرقيات وكل الديانات، هذه هي عدن يعني شئت أم أبيت. طيب. جميل كلامك، أنا أقول لك عدن والجنوب عامة احتضن أبناء تعز من عشرينات القرن الماضي عندما هجرهم الإمام وهجرتهم السلطات ما بعد في الجمهورية وأوصل منهم إلى أعلى مستوى داخل السلطة وجعلهم يعيشون، وهذا لم يحصل أبدا. لم يصل رئيس من أبناء تعز في الشمال أبدا التي هي، بينما نحن في الجنوب أوصلناه رئيس ولم تكن هناك وحدة، كان هناك جنوب وشمال،
وأوصلناهم رؤساء وأوصلناهم مسؤولين وأعطيناهم حقوق كاملة أكثر ما حصل عليها أبناء الجنوب. لا تكلمني على العنصرية ولا على التهجير وهذا الكلام، لأنه نحن من طبقناه. الحضن الدافئ لتعز هو عدن، كانت ولا زالت وستظل شريطة واحدة بأن يلتزم أبناء تعز بالقوانين التي موجودة اليوم، التي هي في مصالح الجميع ومصلحة الجميع، الحفظ أمنهم واستقرارهم. أما المزايدات والهرطقات الإعلامية الحزبية الضيقة النتنة غير مقبولة في هذه المرحلة، نحن في حالة حرب ولن نسمع. طيب في هذه أنت المرحلة أستاذ أحمد، ألا تعتقد بأنك أنت تتناقض، أنك كنت قبل قليل تتحدث عن أنها إجراءات أمنية بحتة، وثم انتقلت للحديث عن أن عدن هي عاصمة الجنوبيين ومن حقكم أن تعيشوا فيها بمفردكم؟ كنت أريد أن أسألك بأنه ألم يكن من الأحرى بالسلطات المحلية والسلطات الأمنية في عدن أن تحاكم من تم القبض عليهم في جرائم وفي عمليات إرهابية مختلفة، وأن تعلن نتائج هذه التحقيقات والمحاكمات؟ ألم يكن أحرى بها أن تعلن عن الشبكات التي تقف وراء هذه العمليات بدل أن تلقي القبض على العمال وأصحاب الورش واللوكندات والعمال والبسطاء من عمال أبناء تعز والمحافظات الأخرى؟ عزيزتي هذا كلام غير صحيح ابدا وغير مقبول ابدا من وسائلكم الاعلاميه، يجب عليكم ان تنظرون على مسافه واحده من الجميع بعيد عن النظرات الحزبيه الضيقه لو سمحتم. لا زال الكثير من ابناء تعز يعيشون داخل عدن، يجب عليكم احترام حقوقهم في الحياه، لانه بهذه اللغه وهذا الصوت سوف تعبون تعبئه خاطئه في مناطق المدنيين والبسطاء من الناس، وسوف تحدث ردود فعل ليست في صالح الجميع. اولا، ثانيا، عندما اتكلم انا عدن انها عاصمه جنوبيه هذا موضوع تجاوزني وتجاوزكم كثيرا. عدن عاصمه جنوبيه كانت ولا زالت وستظل، ومن اراد ان يعيش معنا فاهلا وسهلا. الاجراءات الامنيه مثل ما ذكرتك، نعم هي اجراءات امنيه. نعم نعم سيد شفيع العبد، اذا عدن هي عاصمه جنوبيه كانت ولا زالت، يقول السيد احمد الصالح. ويعني كان السؤال هو لك سيد شفيع، لمصلحة من هذا الخطاب الذي تحدث الآن عن عدن ليست عاصمة لمن وإنما عاصمة للجنوبيين؟ هل يشيء هذا الحديث إلى انفصال قادم أو فك ارتباط خارج السياق العام للشرعية وخارج السياق العام لما كان تتحدث عنه التحالف وحتى القرار الأممي 2216 الذي يؤكد على وحدة اليمن وأراضيه؟ أي قوانين لابد أن تكون مكتوبة معروفة ومعلنة للناس. الأخ أحمد يتحدث عن قوانين عدن، لا أعتقد أن عدن أصبحت لديها قوانين خاصة تحكمها أو تتماشى معها، إلا ما هو عرف في إطار من يريد عدن اليوم أن تكون في هذه الفوضى التي تعيشها. للجنوب قضية عادلة، لا يستطيع أحد أن يزايد عليها أو أن يخرجها من مضمونها، لكن قضية الجنوب لا تعني كراهية أبناء الشمال. السواد الأعظم من أبناء الجنوب يطالبون باستعادة دولتهم، لكن لا تتحول قضية الجنوب إلى أداة لكراهية أبناء الشمال أو للتحريض ضد الشمال. اليوم نتعامل كما قال الأمر الواقع يقول اليوم إن عدن ما زالت هي عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية إلى أن تستعيد عدن وضعها الطبيعي كعاصمة للجنوب في إطار استعادة الجنوب. هذا شأن آخر، لا أن تصيغ قوانينها الخاصة بما يتماشى ويتكيف مع النظام السائد في تلك الفترة التي ربما تأتي أو لا تأتي. لكن في هذه المرحلة علينا أن نتحدث حول ما يدور داخل عدن، باعتبار عدن جزء من الجمهورية اليمنية. نحن اليوم ما زلنا كلنا في إطار الجمهورية اليمنية، صح نريد الجنوب ونريد نستعيد دولة الجنوب، لكن الواقع اليوم، الواقع السياسي والنظام السائد اليوم يؤكد أننا جزء من الجمهورية اليمنية. استعادة دولة الجنوب لن يتأتى بترحيل صاحب بسطة أو بمطاردة حلاق في صالون الحلاقة أو بمضايقة آخرين في مهنهم. نعم. استعادة دولة الجنوب لابد أن يأتي من خلال إدارة مؤسسات الدولة داخل مناطق الجنوب وفق معايير بشكل احترافي وفق معايير كفاءة. اختيارنا لمن يشغل الوظيفة داخل عدن اليوم فيها علامات استفهام. لابد أن نخضع معايير الكفاءة والنزاهة، ليس ما الذي كنا نشتكي منه منذ 94، منذ اجتياح الجنوب بحرب 94 من قبل نظام المخلوع صالح وأعوانا من الجنوبيين في تلك الفترة الذين خلعوا رداءهم اليوم واصبحوا جزء ممن يطالب اليوم بدولة الجنوب. علينا أن لا نكرر هذه الأخطاء إذا ما أردنا فعلا أن ننطلق نحو عدن آمنة للجميع، عدن كمدينة
لا قوميه، عدن لا تخضع لاي اعتبارات، علينا ان ايضا نؤسس اشياء ايجابيه للمستقبل. نعم سيد شفيع، هناك ايضا من يرى بان موقف الرئيس هادي ايضا كان مخيبا للامال بشكل كبير، حيث كانت تصريحاته يعني قريبه للاعتبار وكانه ناشط حقوقي او كانه احد المتضامنين مع اي قضيه في الداخل وليس رئيس جمهوريه، لم تكن تصريحاته صريحة وواضحة في إيقاف هذه المهازل والتوجيه بإيقافها فورا وإعادة النظر فيها. لماذا برأيك كان هذا موقف الرئيس هادي؟ هل تعتقد بأنه ليست لديه سلطة حقيقية على السلطة المحلية والأمنية في عدن؟ لا لا لا، لا أعتقد أن ليس لديه السلطة، وهو تم تعيينه من قبل بقرار جمهوري ويستطيع أيضا أن يعزلهم بقرار جمهوري إذا أراد. نعم. ربما له حسابات معينة فيما يتعلق بالتصريح الذي لم يرتقي إلى الآمال وتطلعات الناس كلهم، لكن أقول أيضا، دعيني أقول جزئية أخرى فيما يتعلق باستعادة دولة الجنوب كما أراد يتحدث أحمد الصالح. إذا أرادوا أن يستعيدوا دولة الجنوب فما يذهبوا يضايقوا صاحب بسطة، لابد أن يبدأوا يستعيدوا الأراضي المنهوبة من قبل نافذي نظام صالح، يستعيدوا المباني والممتلكات التابعة لدولة الجنوب في عدن التي سيطر عليها مجموعة من النافذين في نظام صالح. لماذا نلاحظ صاحب البسطة أو المواطن الآخر الذي جذوره في عدن، الذي يعرف عدن أكثر مني أنا الجنوبي؟ نعم. أنا شفيع العبد لا أعرف عدن ولست لا أعيش في عدن كما يعيش فيها هذا ابن فعز الذي يعني تلقى تعليم الابتدائي، بل هو من مواليد عدن. نعم صحيح. أدرس في عدن وفي صارته الشخصية مواليد فعز، ثم نجي نقول ارحل إلى فعز. علينا ان نؤسس شيء ايجابي للمستقبل، ننبذ الكراهيه. لدينا قضيه، اوكي لدينا قضيه سياسيه واضحه، لكن نعم. قضيتنا السياسيه الواضحه لا تجعلنا ان نمارس الظلم الذي كان يمارس علينا في الفترات السابقه. نعم. علينا نتعلم من الماضي وننطلق نحو تاسيس مجتمع حقيقي، مجتمع يستطيع ان يتعايش فيما بينه البين. من يمارس الكراهيه في النهايه مثل النار، ان لم تجد من تاكل فتاكل نفسها. من يمارس الكراهيه نعم لم يجد سيد احمد الصالح يمارس نعم. الكراهيه ضده. نعم وضحت فكرتك أستاذ شفيع. سيد أحمد الصالح، يعني هناك من يرى بأن هذه الإجراءات برمتها هي تخدم الطرف الآخر بالمجمل، وربما أنت تعرف أن الإنقلابيين احتفوا بهذه الممارسات ربما أكثر من أي أحد آخر. ألا تعتقد بأن هذه الإجراءات تصرف الأنظار فعلا عن العدو الحقيقي لليمنيين الذين لم تنتهي معركتهم بعد إسقاط الإنقلاب؟ نحن نعم عدونا هو الحوثي وصالح مثل ما هو عدو بعض الأخوة في المناطق الشمالية، لكن أيضا ليس بالضرورة أنه ما نفعله في الجنوب أو في أي منطقة أخرى بأنه يعجب الطرف الآخر بأنه يتواكب معهم ويخدمهم، هذا لا يعني. نحن يهمنا مثل ما ذكرت لك سابقا أمن عدن، فإذا كانت الإجراءات الأمنية التي سوف تتخذ في عدن أو في أي منطقة جنوبية في أي ذرة تراب على أرض الجنوب تخدم أو تفرح أي طرف من الأطراف هنا أو هناك يمنة أو يسر، هذا لا يعنينا ولسنا مكلوفين به أبدا. يا أخي الموضوع ليس تعجب أو لا تعجب، لابد أن يكون لها مرجعية قانونية بطبيعة الحال. سابقا يا عزيزتي الفاضلة تكلمت في هذا الموضوع في بداية الأمر، مرجعية أقول لك أن الدستور معطل، وبناء على ذلك فإن القانون يتعطل عندما يتعطل الدستور. طيب وما هو البديل إذن؟ على أي أساس يعني على أي أساس الآن تحدث هذه الإجراءات؟ تحدث الإجراءات بناء على معطيات الأمن الداخلي الموجود في عدن، ما يراه مناسب لفرض هذه الأمور بما يحفظ أيضا كرامة الناس. لم يحصل قتل ولم يحصل سحل لأحد أبدا، أخرجوا الناس بطريقة محترمة، وهذه ما تفرضه مرحلة أمر الواقع، هذه حالة طوارئ غير معلنة في عدن وفي الجنوب كاملا، ولهذا هم يطبقون الإجراءات الاحترازية لحفظ أمن عدن. ما يجري في عدن يا سيدتي لم يحصل في أي منطقة أخرى أبدا في الشمال ولا في الوسط ولا في أي منطقة، ولهذا السلطات الأمنية هي من ترى الصورة واضحة وكاملة داخل عدن وتنفذ الإجراءات حرفيا لما يحمي حياة المواطن في عدن بعيد عن منطقته أو قبيلته أو حزبه أبدا. لم يعترضون أحد هناك في عدن. نعم الاحترازات الأمنية هي في تهجير وترحيل العمال، وهي الطبقة التي كانت تستند عليها، يعني هناك أبناء عدن ومساهمين فعليا هم في التنمية في محافظة عدن، وهم أيضا وهم مواطنين حقيقيين أصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي لعدن. أخيرا سيد شفيع العبد، لمصلحة من تأتي هذه الإجراءات برأيك؟
دعيني اقول لك احمد، اولا ان الدستور غير معطل بدليل ان القرار الجمهوري بتعيين عيدروس محافظا لعدن وشلال مديرا امن لها جاء باستجابه او استنادا الى الدستور. نعم. اي ارباكات تحدث الان لخلق مزيد من الكراهيه ما بين ابناء الشمال والجنوب او في نطاق جغرافي معين لا يستفيد منها الا ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، قطعا لا تخدم امن واستقرار اي منطقه بقدر ما توفر لهم ورقه سياسيه يستطيعوا ان يضيفوها الى مجمل الاوراق التي يتفاوضون بها في طاوله المفاوضات اكانت في الكويت او في اي مفاوضات قادمه. لذا على اليمنيين كاملا في هذه المرحله في المناطق المحرره ان يضغطوا باتجاه ايجاد امن واستقرار في مناطقهم وفق قواعد التعايش بعيدا عن استفزاز اي استفزاز بعضهم البعض او معايير عنصريه او مناطقيه لن يعني ستضرنا جميعا ولن نستفيد منها الا القوى الانقلابيه ومشروعها الذي ما زال يلوح في الافق. ميليشيات الحوثي والمخلوع ما زالت تحشد قواتها على اطراف مناطق الصبيحه في بيحان في مكيراس في تعز القصف بصوره يوميه، اذا الحرب ما زالت غائمه والعدو ما زال يتربص بنا جميعا، اذا علينا الا ننشغل بمعارك جانبيه في هذه المرحله بالذات، ولدينا متسع من الوقت في المستقبل نستطيع من خلاله أن نبحث في قضايانا السياسية ونرفع سقوفنا ونضع الحلول التي نريدها، وفي النهاية الخيار لن يكون لأي حل إلا للشعب. نعم، الخيار للشعب. أشكرك جزيل الشكر سيد شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، طبعا لمشكلة فنية كان يفترض أن تكون معنا بالصوت والصورة. أيضا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد الصالح الناشط السياسي، كنت معنا من نيويورك. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد عصام القيسي وعبد الرقيب الأبارة وإلهام عامر وكافة الفريق الفني للبرنامج، ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله.